بشكل عام ان شاء الله. طيب تمام اتفضل. طبعا احنا البروتين بالنسبه لنا مصدر مهم واساسي جدا لبناء الجسم، سواء اطفال كبار صغيرين كلنا بنحتاج للبروتين. البروتين هيبقى متنوع ما بين بروتين نباتي وبروتين حيواني. طبعا نظرا للظروف الاقتصاديه والحاله اللي بيمر بيها العالم اجمع مش مصر بس، هنحاول نعمل على ايجاد بدائل. يعني لازم يبقى في المائده بتاعتنا، الظروف اساسا مش هتسمح ان احنا يبقى كل البروتين بروتين حيواني بمصادره المختلفه، سواء كانت فراخ او لحمه او اسماك بانواعها المختلفه. لا، احنا هيبقى عندنا على الاقل يمكن يكون اكتر يومين في الاسبوع بروتين نباتي. البروتين النباتي هنبقى حريصين ان احنا ناخد الحبوب والبقوليات معا، لان البروتين الحيواني ربنا خلقه بروتين متكامل في كل الاحماض الامينيه اللي بيحتاجها جسمنا، انما البروتين سواء اللي جاي من البقول لوحدها او اللي جاي من الحبوب لوحدها ما فيهوش الاحماض الامينيه المتكامله. فبالتالي احنا لازم نجمع ما بين الاثنين علشان نحصل على البروتين متكامل يدينا كل احتياجاتنا من الاحماض الامينيه وينمو الجسم بشكل طبيعي دون اي حدوث اي مشاكل. فده مهم قوي. من اهم الخلطات ما بين البروتين ان اللي جاي من الحبوب واللي جاي من البقوليات، عندنا طبق الفول ده اساسي بالنسبه لنا كلنا كمصريين في السحور، مع العيش. العيش حبوب والفول بقوليات. في من الحاجات اللي ممكن نستعملها في الفطار طبق العدس. طبق العدس طبعا مع العيش بتاعه هيبقى بالنسبه لنا حلو جدا، هيبقى فيه برده بروتين جاي من البقوليات وبروتين جاي من الحبوب من العيش. في نوع تاني اللي هي الرز واللوبيا. الرز واللوبيا. الكشري العادي بتاعنا ده بيبقى فيه خلطة رائعة بقى، حمص وعدس وطماطم ومكرونة ورز، فبيبقى فيه خلطة كده من الحبوب والبقوليات مع بعضها. وكلنا هو طبق محبب للصغار والكبار، فيمكن احنا هنهتم قوي بالبدائل. يمكن عندنا كمان البسله الخضراء مع الجزر، هيبقى طبق منه خضار وصحي ومفيد جدا مع شويه مع طبق رز، هيبقى وجبه يعني ممتازه. وممكن كمان ان احنا ندخل يعني للتكلفه عشان نخلي الخضار مطبوخ باللحمه المفرومه، مش لازم قطع لحمه سليمه يعني. فبالتالي اللحمه المفرومه الكل هياكل وهتبقى الكميه المستخدمه اقل، بدل ما هيبقى كل واحد قطعه هيبقى على الاقل يعني لو ربه الاسره حطت ربع كيلو لحمه حتى بس مفرومه في قلب طبق الخضار للعيله كلها، الكل هياكل كميه اقل، بس هنستعيد بالباقي جاي من طبق الرز اللي موجود مع الخضار. فهيبقى ان شاء الله كوبايه الزبادي في السحور مع البروتين اللي هيبقى في الفول، فهيبقى ان شاء الله ناخد الاحتياج بتاعنا من البروتين، لان احنا محتاجين 60 جرام بروتين في خلال اليوم تقريبا للشخص اللي وزنه يعني 70 كيلو محتاج 60 جرام بروتين. فان شاء الله من خلال اليوم كله نقدر نوفرهم ما بين وجبه السحور ووجبه الفطار ان شاء الله. تمام، شكرا جدا. العفو.